من داخل الجناح الإماراتي بكوب 27 هنا في شرم الشيخ نلتقي مع دكتور نوال الحسني المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وعايزة أعرف منك المبادرات اللي بتقدمها الوكالة هنا في كوب 27. مساء النور وشكرا على تواجدكم معنا، ونفتخر طبعا احنا بوجودنا هنا في كوب شرم الشيخ وفي مصر، ونشكركم على حسن الاستضافة. آيرينا هي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لها جهود كبيرة في دعم تسريع تبني حلول الطاقة المتجددة حول العالم. فمن أهم المبادرات والإعلانات اللي صارت عندنا هذا الأسبوع، طبعا أول شيء نحن أطلقنا، دولة الإمارات أطلقت مع آيرينا منصة لتسريع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، إيتاف. إيتاف المبادرة تم إطلاقها في كوب 26 في غلاسكو بدعم مؤقت من أو مش مؤقت مبدئي من دولة الإمارات من صندوق أبو ظبي للتنمية 400 مليون دولار. البارحة نحن أعلننا أنه هذا الصندوق أو هاي المنصة وصل الحين لمليار دولار. من ضمن المشاركين والشركات أمس تم الإعلان عن هذه الشركات الجديدة. إيه الشركات الجديدة؟ أهم الشركات الجديدة ومين الشريك في هذه يعني هذا التمويل الجديد؟ إحنا كده بصفة كبيرة بنحقق جزء من تعهدات باريس. بالضبط، هذا من أهم الشيء. نحن من أهم التحديات اللي تواجه تبني هذه الاتفاقيات هي وجود التمويل المناسب. صحيح. فنحن لما يكون عندنا شراكة من هذا النوع، منصة تتبناها منظمة عالمية مثل آيرينا، فهذا يعتبر مثل ما يقولون من أهم المبادرات اللي ممكن نحن نتكلم عنها، مبادرة عملية لحلول عملية لهذا التحدي. فاليوم نحن أو الأمس لما أعلن عن الشركات، كان في من أهم الشركات رقم واحد البنك الآسيوي للبنية التحتية، شارك ب 300 مليون دولار مؤقتا، طبعا هذا ممكن يكون في زيادة في المستقبل. 200 مليون دولار من مصدر شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل، 100 مليون دولار من IDB The International Development Bank لتنمية هذه المشاريع أو لو التمويل هالنوع من المشاريع في أمريكا اللاتينية. الشريك بعد الثاني اللي كان مهم وجوده معنا في هذه المبادرة هو سويسري. سويسري هي شركة تأمين مهمة، لأنه يبين أنه هذه المشاريع أو هذا النوع من المشاريع نحن نقول عنه بانكابل، يعني ممكن الاستثمار فيه من صناديق تجارية، وهذا الشيء مهم ثاني. وهني في كوب 27 بدأت المنصة تستقبل المشاريع. فأي يعني إزاي الناس تقدم على هذه المنصة؟ تروح على الموقع الإلكتروني etaf.org. etaf.org في كل البيانات عن طريقة التقديم ونماذج التقديم لهذه المشاريع. المنصة الثانية اللي بعد نحن نفتخر فيها بدولة الإمارات وأطلقناها البارحة مع آيرينا هي شبكة لدعم التعليم أو تعليم المعلمين في مجالات تسريع الطاقة. فهذه الشبكة ليش مهمة؟ لأنه نحن يهمنا فئة الشباب أن يكون لهم دور فعال في تبني حلول الطاقة ومواجهة تحديات التغير المناخي. فهذه المنصة والشباب من أكثر يعني الفئات المتضررة من مسألة التغيرات المناخية، وأكثر فئة لازم يكون لهم دور ريادي في إيجاد الحلول، لأن يعني مهم أنه يكون عندهم نوع من هذه اللي يسميها هاي التول. لأنه نحن نعرف أنه المستقبل الوظائف كلها راح يكون محتاجة مهارات جديدة، فنحن كيف نأهل الشباب أن يكون عندهم هاي المهارات الجديدة؟ لازم مثل ما يقولون ندرب المدرب، نعلم المعلم. فهذه الشراكة اللي البارحة أعلناها مع أعتقد أنه نوع من أنواع التكيف مع التغيرات المناخية. بالضبط، ونوع من أنواع المهارات اللي أنت تكسبها علشان أن يكون عندك جيل متعلم يقدر يدخل في هذا القطاع الجديد. لأنه من أهم، نحن دائما نتكلم عن الفرص، تحديات موجودة، بس نحن كيف نحن نحول هذه التحديات لفرص عن طريق أنه نحن نبين البعد الاقتصادي والاستفادة الاقتصادية من هذه الفرص. فوجود هذه الفرص عمل جديدة تحتاج مهارات جديدة.
هذه المهارات الجديدة لازم يكون قطاع المعلمين والمدربين مؤهلين لتوصيلها لهذا الجيل الجديد. ومسألة الوعي كمان أعتقد أنه الموضوع يعني معني بشكل كبير بقصة الوعي بالتغيرات المناخية، الوعي بخطورة التغيرات المناخية، ودولة الإمارات العربية الشقيقة تستضيف النسخة القادمة من الكوب، استعداداتكم لهذا؟ يعني نحن متواجدين اليوم مثل ما أنت شايفة ما شاء الله حضور قوي، لأنه طبعا دعم لجهود الشقيقة مصر في هذا المجال، لكن لأنه نحن نبغي نبني على القرارات وعلى الاتفاقيات صحيح. اللي إن شاء الله راح توصل لها كوب 27. نحن من مثل ما أنت عارفة دولة الإمارات من الدول المبادرة كانت دائما في موضوع تسريع تبني حلول طاقة متجددة، ونحن نقول أنه المستقبل الاستدامة ما نقدر نوصل له بدون تبني حلول طاقة متجددة بشكل كبير. يعني هذا واحد من الأسباب أنه نحن من أهم الإعلانات اللي سويناها هني في كوب كانت الشراكة مع مصر في الميت ميجا وات مشروع الويند اللي تم الإعلان عنه بالشراكة مع مصر الشقيقة أول أيام كوب. فدولة الإمارات عندها تركيز كبير على تسريع تبني حلول طاقة مجددة سواء محليا في دولة الإمارات أو عالميا. مثل ما تفضلتي نشر الوعي مهم، وهذا من أهم الأسباب اللي دفعت دولة الإمارات أنه تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، لأنه آيرينا لها دور كبير في مش بس نشر الوعي وتثقيف الشباب وكل فئات المجتمع، لكن نشر الوعي بين متخذي القرار شو هي السياسات اللي أنا ممكن أتبناها كدولة علشان أقدر أن تكون البيئة عندي بيئة جذابة للاستثمار في الطاقة المتجددة، لأن المستقبل الطاقة المتجددة مستقبل مبني على الاقتصاد الأخضر. التعاون العربي في هذا الصدد، وإحنا بنتكلم على تعاون مصري إماراتي، ومن قبل يعني شفنا تعاونات عربية في مسألة الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى أي مدى الدول العربية، وهي يمكن ما هيش من الدول المتسببة في مسألة التغيرات المناخية لكن هي من الدول المتأثرة بشكل كبير، قادرة أنها تواجه تحديات التغيرات المناخية؟ إحنا قاعدين نشوف وعي كبير والتزام كبير من دول عربية كثيرة. يعني نحن اليوم في دول عربية كثيرة أعلنت عن خططها للحياد المناخي، في دول عربية كثيرة أعلنت عن تبنيها لحلول الطاقة المتجددة والاستدامة. نحن قاعدين نشوف مشاريع في الطاقة الشمسية، مشاريع في طاقة الرياح في مختلف الدول العربية، سواء في المغرب، في مصر، في عمان، في دول عربية، في الأردن. فقاعدين نشوف هذه الحلول الكثيرة، لأنه يعني مثل ما تفضلتي مش بس نحن يجمعنا أنه نحن متأثرين بتحديات التغير المناخي، بس بعد نحن تجمعنا الرغبة أن نحن نكون جزء من المجتمع اللي قاعد يصيغ المستقبل، والمستقبل هذا ما راح يكون مبني على نوع واحد من الطاقة، لا، لازم يكون عندنا نوع من أمن الطاقة، ولازم يكون عندنا تنويع في مصادر الطاقة. وفي نفس الوقت نحن من أكثر الدول اللي فيها فئة الشباب، فبالتالي المستقبل نحن عندنا لازم يكون لنا دور في تبني حلول تحمي المستقبل، لأنه أكثر فئات مجتمعنا من فئة الشباب. حضرتك شايفة أنه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة هو ده وقود المستقبل؟ يعني مش بس وقود المستقبل، هو حل الوحيد للمستقبل، لأنه أنت عندك عنصرين، عندك أنت نوع من يعني الوقود الأحفوري، وقود رح يلا يوم وينتهي، فأنت عندك حل، عندك هذه المشكلة رقم واحد. عندك المشكلة الثانية، يعني نحن ما شاء الله قاعد يزيد عندنا التعداد السكاني، فمع زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتك للطاقة، فبالتالي أنت لازم يكون فعلا توازن صحيح. بين احتياجي لمصادر طاقة إضافية على أساس أنه يكون عندي أنا أمن الطاقة لنفسي، للدولة نفسها، في نفس الوقت أقدر ألبي احتياجات زيادة تعداد السكان اللي عندي. ونحن في العالم العربي قاعد يزيد تعداد السكان عندنا بشكل صحي، فبالتالي لازم نقدر نوفر لهم أمن الطاقة. لكن نحن دائما يعني نحن بعد تجمعنا هاي المسؤولية العالمية، أنه نحن في عندنا تحدي كبير، هو تحدي التغير المناخي. حلول الطاقة والطاقة المتجددة هو الطريق الوحيد اللي نحن ممكن نوصل لإيقاف هذه التحديات، فبالتالي تبني الطاقة المتجددة على مستوى الدول وعلى مستوى نحن بعد الأفراد مهم جدا. احنا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا، تشرفنا بحضرتك دكتور نوال الحسني، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك.